نوفا مشاهدينا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الصباحي. واليومي مورنينغ رياضي كيف العاده كيحضر معنا محمد المومن وسفيان علودي. المومن صباح النور. صباح لاباس عليك كلشي مزيان؟ كلشي بخير. كيف صبحتي؟ الحمد لله. علودي صباح النور. صباح خير سي محمد سي اسامه والمتابعين الاوفياء ديالنا. سي خالد كيف صبحتي؟ الله يحفظك بخير الحمد لله. تفرجتي في مباراه البارح؟ ضروري. وتفرجنا تفرجتوا انتوما؟ الحمد لله. ياك الحمد لله. كتبقى كتبقى المباريات اللي عندها اهميه للفرق هي اللي كيكون فيها شويه حماس شويه متابعه اكثر. المباريات الاخرى ما كت صحيح انت ما كتكونش عندك حتى اللاعبين ما كاينش الحماس ياك مرخيين تلخاو فاش الفاز باش يوم مرخيين بان ليا باش كتجيك الحماس تلقى حاجه اخرى والحماس حاجه اخرى فاش تكون ديتي بطوله وتكون سوفيتي تكون واحد المباراه تكون شكليه اللي هي انا ما خصهاش تكون شكليه في واحد اللاعب محترف ولكن تتربع مع العقليه ديالنا حنا تيبان واحد كل لاعب ملعب مرتاح كما تنقولوا حنا وما تيبقاوش تبقوا ديك الطريقه 100% يعني تيبان لك بزاف ديال تراخي في المباراه كثر ما نقدروا نقولوا الناس مكونسونطين هادشي اللي شفنا المباريات ديال البارح بدات شفنا المباراه ديال الجيش حتى هي اللي كانت لعبه كما تنقولوا كان ما كانتش واحد الفريق اللي كان مسيطر على المباراه بالعكس شفنا واحد الفنيه ديال اللاعبين ديال الاسفي شفنا المهارات شفنا بزاف ديال الاشياء لاعبين شباب يعني هاد المباريات اللي تتكون بحال هكا الجيش بحال نزلوا يديهم ملي بالفوز ديال الرجاء بحال نزلوا واسفي ذكر شفنا شي لاعب على 3 بوان اكثر ما لاعب باش ينهوا المباراه هادشي اللي للمباراة ديال اليوم كلهم تقريبا دازوا في هذا المنوال. وقبل ما ندخلوا ونتحدثوا على الماتشات ديال البارح اكيد البارح ما كانوش بيوتا كتاف بحال الماتشات ديال يوم الجمعه. قبل ما نرجعوا ندويو على المباريات ديال البطوله الاحترافيه والجوله 29 الجوله ما قبل الاخيره نتحدثوا اولا على الجمع العام ديال فريق الرجاء الرياضي فالساعات الماضيه في ليله امس المكتب المديري ديال نادي الرجاء الرياضي برئاسه رشيد الاندلسي فهو كيعلن على موعد الجمع العام ديال النادي من بعد ما طالبت الجماهير ديال فريق الرجاء الرياضي باقامه الجمع العام. فالجمع العام فهو غيتقام يوم 27 غشت المقبل. اداره ديال فريق الرجاء الرياضي فهي كتستجيب للمطالب ديال الجماهير. اكيد المطلب اللي كان عند الجمهور هو يدار الجمع العام. دابا الجمع العام نهار 27 نشوفوا من هنا الجمع العام شكون غادي يقدم الترشيح ديالو شكون اللي غادي يقدم البرنامج ديالو ونشوفوا واش كاين شي واحد اللي غادي يجي باش ياخذ زمام الامور كيف ما تنقولوا ونتمنوا خير ان شاء الله للفريق الرجاء الرياضي ونتمنوا هذا الجمع العام هذا يدوز في جو حسن ويدوز في اجواء اللي تخليه يبان ولا يعطي ملامح ديال المستقبل مزيان بالنسبه للفريق الرجاء الرياضي. المهم شنو نطلب من الجمهور المكتب تنظر بان المسؤوليه كلها تتبقى على الناس اللي باغيين يترشحوا الرئاسه عارفين الحوايج اللي كاينين في الرجاء يعني اي واحد اللي باغي يدخل خصو كما تنقولوا دار التمرين ديالو بواحد الطريقه اللي جيده ويعرف راسو واش قاد ولا ما قادش ان كما تنقولوا عنده بزاف ديال المواضيع اللي غيحل باش غيدخل هو تنظر مزيان الاعلان هذا باش كلشي يرتاح وكلشي كما تنقول اللي باغي يتقدم الرئاسه يوجد راسو من دابا ان الجمهور هو المطلب ديالو ديما تيبقى كما قلت لك الجمهور تيبقى هو الاول اللي تعطي الراي ديالو تيشوف صحيح تيشوف الحاجه اللي غتدفع الفرقه ديالو لانه كما تنقول هو الدعم الاول ليها. دابا بقات عند الناس اللي باغيين يدخلوا الرئاسه كما تنقولوا الناس اللي قدوا يدخلوا باش يغيروا بزاف ديال الاشياء ان ماشي ما تدخلش لواحد البلاصه اللي سهله. دابا عارف داك الشيء اللي تابعك عارف الصعوبات اللي غتلقى عارف بزاف الاشياء يعني خص واحد السيد اللي غيجي خصو يكون كما تنقول حنا قاد على المسؤوليه 100% لان المسؤوليه دابا ولات واضحه. المشكله اللي عند الرجاء كثر ما يكون تسييري هو مادي دابا اللي تنظن بان الماديات هي اللي غتقدر تحول بزاف الاشياء في الرجاء. تنتمنى ان شاء الله ك
كاينين الرجاوي الغيورين، كاينين الناس تنظروا منهم واحد المكتب تا هو لانه قدم واحد دخل شت الفرقه في واحد الوقت اللي حتى واحد ما قدر يشدها، وقدم كما تنقولوا دار داك الشيء اللي عليه، دا لقاب دا صرا خلى الرجا في كما تنقولوا في سوبر كوب. يعني الحمد لله وخا الازمات كاينين بزاف ديال الاشياء اللي زوينه في الرجا على 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 النتائج، تنظن بان الرجا عند الرجاله عند الناس اللي لا يضحيوا عليها. نتمنى ان شاء الله لا كان يجي شي واحد باغي يضحي وتبقى حتى الناس يعاونوه ويساندوه. وي لان الرجا الان محتاجه اللي يعاون، الرجا محتاجه اللي يعاون، الرجا معاونه اليد في اليد. الحمد لله كاين واحد النسبه كبيره اليد في اليد، تنظن ان كل شيء خصو يدير في اليد، لان كل شيء هاد الناس تشوفهم غاضبين وكاعين كلهم غاضبين على حاجه واحده هي المستقبل ديال الرجاء، من المكتب، من الناس اللي بعاد على المكتب، من الجمهور، من المحبين، من الجمعيات، من كل شيء، كلهم عندهم هدف واحد وهي مصلحه الرجاء. نتمنى ان شاء الله تكاتف الجهود ان شاء الله ويجي واحد الراجل مناسب اللي 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 ان شاء الله يرد الرجاء السكه الصحيحه ماديا. اما النتائج الرجاء رغم ان هذه المشاكل كلها خمس سنين في هذه المشاكل، ولكن ديما كل عام تخرج بلاقات. يعني غير هو ماديا عاوتاني عموما الا كان الرجاء مرتاح ماديا غنشوفوا ربما نقدر نشوفوا نتائج احسن. انا اش نقول لك، تنقول لك دابا رغم هذه الصعوبات ورغم بزاف ديال الحوايج تشوف بان النتائج كاينين الحمد لله، تشوف ان كل سنه خارجين واحد اللقب والقاب افريقيه، تيبان لك هذا راه كاين بزاف الاشياء اللي جميله. ها هي المشكل المادي هو اللي اللي كما تنقول حنا مصعب الامور بزاف. هو تراكم ديال الديون القديمه اللي ما ساعداتش، ماشي غير هذه المشكله، حيت ملي كدوي مكتب اي واحد وكدوي على ازمه كدوي على ثلاثه ولا اربعه ديال الرؤساء تداولوا على الاساس اكثر ماشي غير ثلاثه، اكثر من ثلاثه ديال الرؤساء. دونك بقى داك الشيء كيتراكم يتراكم يتراكم حتى وصل لواحد المرحله اللي ما بقاش عندك شي حاجه اخرى فين تقدر كتصلح حاجه كتخرج لك حاجه، واخا كتصلح حاجه كيخرجوك ثلاثه. ما كتبقاش عندك فين تقدر تزيد شي حاجه. دابا اللي مهم هو الجمع العام تعلن عليه نهار 27 ونشوفوا ان شاء الله بحول الله شكون غادي يتقدم وشنو غيقدم للرجاء في التقديم ديالو. غير هو دابا تكونوا واقعيين، دابا راه ما بقاش داك الشيء ديال حنا عارفين المشكل فين كاين، برامج ونجيب الفلوس ومشروع. دابا المشروع خصو قبل ما دير المشروع ديالك اللي بغيت دير خصك تنهي واحد على الاقل واحد 50% ديال المديونيه ديال ماشي المديونيه ديال المشاكل باش غتبدا، انك خصك تخلص واحد الثمن باش تقدر تجيب لاعبين، تقدر تخلص اللاعبين اللي عندك بعدا على الاقل طوم. خصك بعدا واحد باش تبدا واحد المبلغ اللي ماشي ساهله غالب اللي باش تبدا بعدا عاد كما تنقولوا من تما تقاد الامور ديالك. تتمنى ان شاء الله انا اشوف الراجع عنده رجالات ديالها، عنده الناس اللي يضحيوا على الفريق، خص يكون التكاتف ديال الجهودات، اما الراجع الشخص المناسب تنظن بان الراجع ما بهذا العدد الكبير اللي تيبغي الجمهور اللي تيبغي الراجع قاعده جماهيريه كبيره. كاينين الناس اللي يقدر واحد كما تنقولوا يخرج ويتحمل المسؤوليه، وتنتمنى ان شاء الله كل شيء يكون ورا ظهره، لان الا ما كانش المسانده لا مشروطه راه ما غتلقاش واحد. والمهم اللي قادر يعاون يعاون، اللي ما قادرش يعاون يسكت ويخلي الناس يخدموا. هذا الشيء اللي علاش قلت لك انا خص كل شيء، لان ما شوف الكمال لله بتوحد ما يكون عليه صحيح ما يكون عليه الاجماع، ولكن تتمنى يكون واحد النسبه اللي كبيره اللي تساندوا، لان الجمهور ديال الرجاء يا ارمون كل مره الجمهور كيشوف الازمه ازمه 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 مورا ازمه، الجمهور عيا تخلق. شوف هو كيشوف الجمهور كيضحي بزاف على قبل الفرقه ديالو، ولكن كل مره هي راه كاينه ازمه. شوف باش نكون واقعيين كاينه ازمه، ولكن بحال الميلاد دابا ديال ممنوع الانتدابات، راه الفرق كلهم ترسل لهم هاد البلاغات، ولكن الوحيد اللي وقفوا عنده هو ديال الراجل. هذه بعدا من الصعوبات من الاشياء اللي كاينه حتى هي مراكمه في عند الرجاوي، تشوف بان الناس كلهم عندهم نفس البلاء، ولكن بزاف الناس كاينين شي نفس المراسله ولكن بزاف الناس نساو كاع المراسلات ديال الفرق. ما هضرنا على حتى شي فرقه اخرى، على المراسلات اللي صيفطت الجامعة، هضرنا على مراسله واحده هي اللي ديال الرجا. هذا تيبان لك بان الناس يقول لك حنا الناس ضدنا يعني بزاف ديال الاشياء اللي جمهور الرجا تيدخل فيها. تتمنى هادشي كله خصو يتنسى وي وندت كتفوا الجهود يد في اليد. الراجل اللي بغى يدخل نتمنى بانه هو لا كان قاد يدخل كما تنقولوا حنا والناس يعاونوه،
ويساندو يعني تشير لقيت هذه تتبغي تكاتف الجهود تتبغي اللي قاد يعطي يعطي واللي ما قادش يعطي كما كنت انت في الاول اقدر انسحب بهدوء وما يقولوا ما كما تنقولوا حنا لان الراجل دابا ما بغاش ما عندهاش بزاف ديال الاراء كاين راي واحد هو ندخلوا نقادوا ونبداو نخلصوا بشويه بشويه علينا ولكن الدخله كما قلت لك البديه هي اللي صعيبه شويه صحيح دابا الحديث اللي كاين هو الجمهور اللي كيختلف هو حول الموعد ديال الجمع العام كاين اللي كيشوف خص التعجيل بالمواعيد ديالو كاين اللي كيشوف كاين اختلاف على المواعيد ديال الجمع العام اللي حسب البالغ ديال الرجاء فهو غينعقد نهار 27 كيشوفوا باللي من مصلحه الفريق يتم التعجيل بهذا الموعد هذا قبل من النهائي ديال كاس محمد السادس الانديه ما تقدرش تعرف لان الجمع العام ماشي بعشره ديال واحد البرطمان الجمع العام عنده التحضير ديالو الجمع العام عنده بزاف ديال المسائل وديال ديال ديال القوام ديالو كيف ما تنقولوا باش يكون واحد الجمع العام اللي يكون مزيان فما كنظنش وما كنظنش ان هذا من اختصاص شي حد من غير المكتب المسير ولا الاداره ديال فريق الرجاء اللي غتقدر تحدد الموعد ولا امتى يكون داك الشيء واجد للجمع العام حيت الجمع العام ماشي خصك توجد ليه التقرير المالي التقرير الادبي ديالو بزاف ديال الحويجات خصهم يكونوا واجدين وما كنظنش ما عرفتش وجهه النظر كل واحد وكيفاش كيشوف كاس العرب شحال باقي ليه ما عندوش شهر لا ما كاينش شهر وكاين شي جمع نديرو جمع عام في 15 يوم ما يمكنش عاوتاني دير الجمع العام ديريكتوم مورا ولا نهار امتى غدير الجمع العام ديرو نهار 19 نهار 18 نهار 17 وخص يكون التركيز على 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 النهائي اكثر من يكون التركيز على شي حاجه اللي مهم دابا بالنسبه لنا هو الفوز باللقب وي فوزوا باللقب وديك الساعه حيت هذا اللقب هذا عنده واحد الرمزيه كبيره بالنسبه للرجاوي المغاربه كاملين وكذلك عنده واحد المدخول المادي اللي غيقدر يعاون الفريق اكيد داكشي علاش قلت لك اللي مهم هو نفوزوا باللقب المهم هو اللقب بحد ذاته وتفوز باللقب غادي ينعش الخزينه ديال الفريق ماديا غادي يهنيك من بزاف ديال حرق الراس كيف ما تيتقال دونك الجمع العام غادي يجي مورا كاس العربيه ان شاء الله ونمشيو من بعد ما دوينا وتحدثنا على الجمع العام ديال فريق الرجاء الرياضي نذكركم مشاهدينا باللي يمكن لكم تشاركوا معنا من خلال الرقم الظاهر على الشاشه ديال البرنامج وكذلك من خلال التعاليق ديالكم على صفحه قناه شوف سبور نمشيو للحديث على الماتش اللي كانوا البارح الجوله 29 فهي تختتمت باجراء عدد من المباريات ونبداو بالماتش ديال فريق الجيش الملكي اولمبيك اسفي تعادل ابيض كيف ما تنقولوا صفر لميتلي ما بين الفريقين ربما النتائج ديال النتيجه ديال الرجاء ديال اسفي لان اسفي كانت خاصها نقطه واحده ولكن اللي عجبني في اسفي تقريبا واحد النسبه مئويه كبيره ديال اللاعبين اللي شباب لعبوا هذه المقابله قدموا ان شنو واحد اللاعبين اللي جداد تبارك الله عندهم يقول في كره القدم تتنبا لهم بواحد المستقبل اللي كان اللي ان شاء الله اللي يكون زوين ولكن في المقابله كلها نجي اشتي بالك بانهم لاعبين بواحد نزلوا يديهم يعني فاش لحقت الراجل المباراه ديال المباراه الاخيره اللاعبين ديال الجيش بحال ما بقاو لاعبين على والو ما بينوش لك واحد وسط ارضيه الملعب واحد القتاليه على الاقل ناخذ 3 بوان باش نتيجة كما تنقولوا نهي الموسم بواحد النتائج اللي جيدة أن بداو خايبين ولكن بعد ما جاء المدرب النتائج تحسنوا الأداء تحسن وي خصنا نكملوا بحال هكا نساليو بواحد النتائج اللي زوينة نبقاو داخلين داك السيستم الجوتي ديال المدرب يعني البطولة مشات كلشي مشى ماشي مشكل ولكن حنا تنوجدوا السنة القادمة تنوجدوا كأس العرش والمدرب راه باقي ما عنديش الملكي ما تنهضرش على المدرب انا تنهضر لك على المباراه كي كانت وي انا غير بغيت نذكرك المهم باللي المدرب راه هو مازال مستمر مع فريق الجيش الملكي وذاك الحديث ديال الترجي راه ما كاين راه مزيان الاستقرار شوف ما شحال ما العقد الكونترا شحال من عام دايرين معاهم اللي تعرفوا الناس ديال الجيش ولكن تنقول لك بان المردوديه ديالو بانت على اللاعبين ان اللاعبين ديال الجيش تلعبوا واحد الاريحيه ولا تنشوفوا ديال اتاك بلاسي الجيش شحال هذه ما شفناش لعب اتاك بلاسي
يعني تبدل النوعيه ديال اللاعبين وتشوف الاريحيه حتى في الباس والناحيه في كونترول والناحيه ديال الهدوء تلعبوا به اللاعبين، عطاهم واحد الثقه اللاعبين، الثقه اللي ما كانتش عند اللاعبين ديال ديش خداوه، لانه ولا واحد اللاعبين ثقه في راسه. بالنسبه للاعبين ديال اسفيت حتى هما تنظن بانهم لعبوا ضد موركا ضد بلا موركا بنقص كانوا تيقلبوا على واحد النتيجه القليله اقل حاجه فهي التعادل وما نهزمش والربح، لان التعادل تضمن لي البقاء في القسم الاول. صحيح. المباراه كانت تقريبا كلها في وسط الميدان، ما كانش واحد الريتم اللي كان طالع بزاف، لان كما قلت لك في الاول الجيش هي اللي كان مطلوب منها دير داك اللعب ديال تهز الريتم وتقلب على الهدف، لان هي كما تنقولوا كون كانت لعب على المرتبه الثانيه كون هزات هي الريتم. يعني هذه المباراه اللي قلنا اسفي تعادلت مع الجيش، قلنا نقدر نقول لك ان الاسفي دار نتيجه اللي جيده، لعبت واحد الفارق كبير. يعني تبان لك بان الجيش هي اللي ما دارتش كما تنقولوا اللعب في المباراه، اللي خلى المباراه كلها في وسط الميدان وخلى واحد الريتم اللي كان، واخا كانت النسبه ديال الاحتكار ديال الكره عند الجيش الملكي، ولكن ربما ولكن كانت بلا فائده اللي كانت في وسط الميدان وكانت في الدفاع، استحواذ سلبي، استحواذ سلبي لان ما وصلوش للمرمى بزاف، ولكن اللعابه ديال الاسفي وصلوا للمرمى في الشوط الاول. شفنا الكره اللي لعبتها الشوط الاول كان مارك واحد جوج ثلاثه، لان من خروج من يشوف الشوط الثاني تبدلات شويه الماموريه عند اسفي، ولكن في الشوط الاول كانت ياخذها وتمشي للمرمى، واحد بزاف ديال المحاولات على المرمى، ولكن الجيش كانوا تياخذوا ديك الكره كما تنقولوا اللعب السلبي، عطاني نعطاك عطاني نعطاك، ما كانش يقلبوا في العمق، هذا هو المشكل اللي كان. تنظن بان مباراه كرسات كما تنقولوا علاش ملعوبه، لان ما ملعوبه على والو تقريبا، ملعوبه على نقطه ديال اسفي باش يبقى في القسم الاول. تنظن بان المباراه كانت نقدروا نقولوا دون متوسط، لان ما شفناش واحد الريتم كبير، ما شفناش الديال، ما شفناش فيها بزاف ديال الاشياء، وفي الاخر تنقول لك بان البارح كاع المباراه تقريبا ملعوبين بلا كما تنقول لك بلا ريتم، بلا ما عندهمش الفرق، كلهم ما عندهمش الرغبه باش يدوا واحد النتائج، علاش شفنا مباريات ما فيهاش اهداف بزاف، وشفنا كما تنقول الريتم هابط وهابط بزاف. وي الودي ماتش كاين حتى صفر لصفر، شفنا اداء جد متوسط من كلا الفريقين. لا شوف النتائج ولا حتى النتيجه ديال 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 المباراه ديال الرجاء والزمامره اثرات بواحد الشكل كبير، نقدر نقول لك بواحد 100% اثرات على المستوى الذهني ديال اللاعبين، لان كان قبل كانوا في واحد المرحله ديال التركيز عاليه، لان كان عندهم واحد الهدف هو تقليص الفريق، هو كانوا كيتمناو على الاقل يكون تعادل في المباراه ديال وتأجل الحسم حتى الجوله 30. الحسم تأجل، الحسم دار قبل ما يلعبوا المباراه ديالهم، دونك المباراه كانت ربما كنت لعب هذا الماتش هذا في وقت واحد كان يكون ريتم اخر، كان يكون ريتم اخر، كانت تكون مباراه واحده اخرى، وحتى وكان من المفروض انه يتلعب البارح. علاش؟ لان اسفيت هي معنيه بالامر مع نزول، معنيه بالنزول، كان ممكن انه تلجيش والراجا خير، لا من غير من غير غتلعب على النتيجه ديال الراجا، والراجا هذا ودابا اسفي لعبات على النتيجه ديال المباريات ديال البارح، كان ممكن المباراه ديال الجيش واسفي تلعب حتى هي البارح في نفس التوقيت باش يبقى ذاك الحماس بين 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 الرجاء والجيش وبين اسفي والفرق اللي مهدده بالنزول. كان ممكن ان هذا الطرح يدار باش تعطي كما تنقولوا حنا تكافؤ الفرص بالدرجه الاولى وتعطي حماس حتى اللاعب ما تيعرفش تيدخل باغي يربح هو ياخذ ثلاثه نقط ديالو ويتسنى حتى يسالي ويعرف. دونك هادشي اللي وقع، المباراه كتحس بلاعبين الجيش لاعبين غير باش يؤديوا الواجب وصافي، يعني ما كاينش ذاك الحماس، الله يحسن العوان كيف ما تنقولوا. اسفي كانوا تيقلبوا بوكو بلوس على التعادل، يخرجوا باقل الاضرار، دونك تعادل كافينا نخرجوا به، خداو لو ريسك، كان ممكن ان حيت ملي كتلعب على 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 التعادل تقدر تلقى اي هدف في اي وقت. غير لحسن الحظ ديال اسفي ان ملي كتشوف في اللاعبين ديال الجيش ما كنلومهمش حاجه عاديه، ما كنلومهمش، اي واحد ولا اي فريق كان غيكون في
في بلاصتو كان ممكن تكون نفس ردة الفعل، او في المباراة الأخيرة، ما غاديش يلعبوا بنفس الطريقة، ما غيلعبوش بنفس الطريقة، لان كما كان الحال غيلعبوا ضد الوداد، غيلعبوا ضد البطل، غيبغيو يثبتوا باللي راه حنايا حنا جديرين باش اننا نفوزوا على البطل. كنظن في الدورة 30 غتكون مباراة مشوقة. المباراة كلها عمودي كانت تقريبا فوستيران كلها كان ديال اسفي وفوستيران كان عندهم شي حاجه من ذاك المباراه، خصك تاخذ واحد النقطه. اما الفرص اللي كانت متاحه، تنهضر لك على اش باغي من ذاك الماتش. الاهميه ديال الماتش، الجيش ما عندوش بزاف ديال الاهميه. خسر غيبقى في المرتبه ديالو، ربح غيبقى في المرتبه ديالو. يعني حتى اللاعبين داخلين، ما نقول لك انا اي واحد اشوق عليه، لانك تدخل واحد المباراه اللي ما فيهاش بزاف كما ديال الطموحات، ما فيهاش بزاف اش باغي من عندها المباراه. يعني كيربحتي كيتعادلتي كيخسرتي، ما تحيد ديك الرتبه ديالك. يعني كون كانت مثلا شي فرقه بحال بركان بينه وبين الجيش مثلا دو بوان ولا ثرو بوان، غتبان لك بان الجيش باغيين يلعبوا على نقطه ولا يلعبوا على دو بوان ولا يجيبوا ثلاث نقط. يعني كل شيء بان لك، تيبان لك ديك المباراه لا بالنسبه للاعبين ديال الجيش فيها تحصيل حاصل. كملنا المباراه، سالت عندنا البارح مع الصفاره ديال الحكم ديال الرجاء، سالت المباراه عند انتهت المباراه عند اللاعبين ديال الجيش، لان كنت كنتبعين المباراه بواحد الحماس وباغيين الرجاء ما ديرش نتيجه زوينه. ان فوا فاش كنت مارك هذاك البيت تنظن بان وسالت المباراه من تما، تنقول لك بان نهايه المباراه ديال 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 الوداد ديال الجيش واسفي، لان ما بقيت لاعب على حتى شي حاجه في ديك المباراه. بعدها هاني الجيش بعدا من شحال هذه ما تنقول العوده للمشاركه في الافريقيه. نتمنى ان شاء الله 2014 ملي كان جيش ملكي وصيف ديال 2013 2013 موسم 2013 مع السي خيري. نمشيو للحديث على ماتش اخر، ماتش اللي جمع ما بين فريق الوداد الرياضي والمضيف ديالو شباب المحمديه. شفنا زوج ديال الاهداف في هذا الماتش، هذا شفنا فرص ديال التسجيل. المباراه كانت ضيع ضربه جزاء في 87 وسجل الهدف في 92 من نفس اللاعب، والطريقه باش تسجل الهدف احسن من ضربه جزاء بكثير. هذا عودنا عليها، عودنا بطريقه زوينه سجل من الهدف. والصحوه ديال المليوي اسامه المليوي اللي قدم اداء كبير، ورجع عندك اسامه المليوي اللي شفناه مع الطاس مع الاتحاد البيضاوي على مستوى منافسات كاس العرش، كان من ابرز العناصر اللي ساهموا في التتويج ديال الاتحاد البيضاوي دابا بلقب كاس العرش. رجع المستوى المعهود ديالو، دابا بدا كيسجل، بدا كيدير كيخلق فرص وكيخلق مشاكل للخصوم. محمديه كانت تقدر تخلق المفاجاه بعشرات اللاعبين. هذا عامل مهم. هذا البارح ما شفناش ربما نفس المشكل اللي وقع الرجاء واسفي. حنا قلنا نهار الرجاء واسفي، الرجاء واسفي تيقول لك كانوا كيخسروا مع فرقه لعبه بعشرة. نفس الشيء بالنسبه للوداد، حتى هما تعادلوا حتى الاخر ديال المباراه. نفس الشيء ملي كتكون شي تلعب مع فرقه ب 12 وما تلعبش مع فرقه لعبه بعشرة، غير 10 راه كل واحد تيوليو فيه جوج. قبل يقدر يقول لك لا كاين صاحبي، ما غادي صاحبي راه كاين تما. دابا كتقول لا، كتقول خصني نمشي ندير لا كوفيرتور، خصني نمشي ندير التغطيه، لا خصني نرجع نعاون. كيولي عندك جهد مضاعف كتولي كديرو ملي كتولي لعب مع فريق لعب ب 10 ديال 10 ديال العناصر. المباراه كانت شيقه، كان فيها طرد في الشوط الاول، كنظن كان طرد في الشوط الاول. الهدف سجل دقيقه 19 بدايه ديال الشوط الاول. الهدف كان جا في الشوط الثاني كنظن دقيقه 52 ولا شي حاجه بحال هكايا. الهدف، المباراه كانت مشوقه، كانت متحركه، كانوا فيها فرص هنا وهناك. الوداد ضغط، سيطر، ضغط، ضيع ضربه جزاء، الرجوع للفار عطى ضربة جزاء، ضيع ضربة جزاء، بقى مآمن. الدخول ديال السعيدي حرك نوعا ما شوية الآلة ديال الوداد، لأن السعيدي شحال ملعب على مستوى وسط الميدان، وخصوصا وسط الميدان الهجومي. حاول أنه يعطي كل ما عنده، لأنه شيء عادي شحال ملعب مباريات عنده. الايقاع او التنافسيه غاب عليها، ما يحاول انه يعطي كل ما عنده ويثبت باللي راني واخا شحال هذه ما لعبتش راني كاين.
لا الحمد لله شفنا مباراة اللي كانت زوينة، وكان فيها إيقاع نوعا ما. بعض المرات كان شوية تينعس الإيقاع، مي في أغلب أطوار المقابلة شفنا مقابلة زوينة، شفنا وي مقابلة زوينة. نمشيو كنا غناخدو اتصال لكن كاين قطع الخط، ونمشيو نشوفو الأهداف ديال هذا الماتش هذا، ونتابعو الهدف الأول ديال فريق شباب المحمدية اللي جا عن طريق المهاجم أسامة المليوي، المهاجم الشاب والمتألق فريق شباب المحمدية. نتابعوا هذا الهدف مشاهدينا ونرجعوا لكم. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد ما تابعنا الهدف ديال فريق شباب المحمدية اللي جا عن طريق أسامة المليوي. وقبل ما ندخلوا الحديث على هذا الهدف هذا، ناخذوا اتصال. الو، صباح النور. الو، صباح النور خويا، بخير؟ صباح النور سيدي، صافا لاباس عليك؟ الله يبارك فيك خويا، الله يحفظك. عندي خويا واحد جوج مداخلات. صباح سيدي، اولا عفاك الاسم والمدينة وتفضل. رشيد اخويا من الرباط. تفضل السي رشيد. بارك الله فيك العزيز، ومرحبا بالضيوف اخويا اللي معاك. مرحبا خير خويا. مرحبا سي رشيد، الله يحفظك. تفضل. بغيت غير نسول الضيوف اللي معاك، واش الحياه كتوقف عند الرجاء على جوج اللعابه اللي هما الرحيمي ومالونكو؟ هذا السؤال، هذه المداخله الاولى، بحكم ان الرجاء مؤسسه قائمه الذات وفريق اللي كبير، وما عمر زعما كانت هذه الحاله وهذا الضجه اللي نايضه على هذ جوج اللعابه اللي ما فهمتش انايا. ياك اخويا؟ وي. المداخلة الثانية، بحكم أنني وداد يا أخي، هو أن هاد نكذب عليك، حنايا بعدا هنايا أغلبية الجمهور اللي كنعرف راه ما راضيش بتاتا على المستوى اللي كيقدموه الفريق، بحكم ديك التيسانة. أنا تنظن ديك التيسانة اللي عند الوداد دابا حاليا، راه تلعب بلا مدرب أليز، فهمتيني، البطولة والكأس أليز، والعصبة كان مشيو بأن مازال اليوم هذا أنا ما تسرقاتش ليا ديك القضية ديال العصبة اللي فريمون حتى توكازو ما عمرها غتعاود تجي، فهمتيني، جاي لعب المغرب الفينال حدا الدار، ها تطلع عليها من السرجم، خرجها من الصباح، فهمتيني، وزيد على ذلك داك السيد اخويا راه مرضنا، راه هذا لا اله الا الله، داك السيد قتلنا، عظمنا، مرضنا، طيبنا، راه صدعنا في الترعات، بحق الله العظيم، قتلنا اخويا داك السيد الوزارتي، راه قتلنا، وفارق لا هذا هذي هذا الشيء هذا تحصيل حاصل، واش فرق بلا مدير تقني راه عيب يا بابا، هو الوداد والرجال هذا مدير تقني، لا إلا إدارة تقنية، لا مدير رياضي، حتى علاش هاد العباس اخويا، حتى علاش هاد التخربيق هذا 2021 يا بابا، فرقة غادا بمدرب ورئيس، راه الحماقة هذا صاحبي، والله إلا راه لا إله إلا الله. وشكرا اخويا، وسمحوا لي بزاف، وعشركم مبروك عليك. شكرا لك السي رشيد، الله يرحم الوالدين، بارك الله فيك اخويا، وتحية للضيوف ديالكم. مرحبا سي رشيد، وكنتمناو لك بقية يوم زوين. سي رشيد، بالنسبة للسؤال الأول، بين مالونغو ورحيم، فاش كان غيمشي، أنا عقلت واش كان غيمشي باصير، نفس المشكل، علاش؟ لأنك أنت ما تتفكرش في المستقبل، وما عندك واحد اللاعب اللي تواصلتي معاه ولا عندك واحد العلاقة معاه واللي هداف،
هادشي اللي واقع مع المباراه من هنا يبدا العام غيجيب شي لاعبين اللي غياخذوا المكانه ديالو غتبان القضيه تبدلات لان هادشي عادي في كره القدم. الوداد حتى هي فاش كان باغي يمشي الداودي فاش كان يمشي النيبه فاش كان جات لاعبين حتى هما تيبقاو متشبتين دوك اللاعبين علاش متشبتين ماشي نقول لك بورتوجور ولكن واحد الوقيته اللي انيه لانك انت ما عارفش واقع يوقع في المستقبل. هاد اللاعبين دابا مقدمين واحد الصوره كبيره الجمهور ديال الرجاء تيقول لك الا خلينا هاد اللاعبين وزنا عليهم لاعبين اخرين تنهضر حنا في الشق الرياضي عاد كاين الناس اللي مكلفين في الشق المالي تيقول لك الا زدنا هاد اللاعبين وزدنا عليهم واحد الخمسه وتالق هاد اللاعبين زعما ديما تيديروا سيناريو ديال كما تنقولوا السيناريو ديال الحاجه اللي زوينه ديال الفرقه ديالهم القوه ديال الفرقه ديالهم تدور المنطق الاخر تيقول لك حنا ماديا خصنا نستافدوا من هاد اللاعبين. مالونغو عنده سنه غيمشي حاله يقدر يمشي ليبر رحيمك ما تضمنوش 100% غيكمل بنفس المستوى ولا ما يكملش حنا نمشيو اسيدي يكمل بهذا المستوى تتقول نستغل لان المشكل اللي عندنا في الكره المغربيه المدخول الوحيد اللي عند الفرق من وراء الجمهور هو المدخول ديال اللاعبين وي حتى ما عندناش حنا مشاريع وعندنا هو المدخول ما كاينش مشاريع موازيه اللي ولا اللي المصادر ديال الدخل الموازيه اللي تنعش الخزينه ديال الانديه دابا القوه الضاربه ديال الرجاء بزاف ديال اللعاب ولكن هاد اللاعب عندهم واحد النسبه مئويه اللي كبيره وي وي هادشي راه هادشي علاش مقلق الجمهور واش نقول لك هادشي كيقول لك دابا ولكن دابا بيني وبينك ولكن دابا بيني وبينك راه على مر راه على مر السنين والرجاء دايره بحال ما بحالك كتمشي على مر السنين على نهار مشى محسن شكون كان هز الفرقه كان هز محسن من ورا لا كوب دي موند راه دابا الجمهور اش يقول على اللودي نهار توعد الحفيظي شحال الحفيظي هو مريح تقريبا عام هو مريح صح مشى السفرين مشى السفرين نهار مشى المباركي نهار مشى نهار مشى ارمومن مشى اللودي نهار مشى بوشروان نهار مشى بوشروان بوشروان مشى من الفينال ديال كاس العرش لعبنا الفينال غد صافر شوف من حق الجمهور عرفتي علاش حق الجمهور واش فهمتيني الجمهور عادي الجمهور ما تيربحش ماديا اكثر من هو تيخلص الفريق ماديا تيخرج كيضحي ضحي عندهم واحد النظره ديالهم اللي نظره كرويه تيشوفوا بان الالي حنا بغينا هاد اللعابه ديالنا خلصوهم ولكن اداريين والناس المسؤوليات تيشوفوا باش نقولوا بان الرجاء شوك على جوج لاعبين دابا ولكن باش غيمشي ولا دابا الجمهور دابا فاش تعرفوا بان مارونغو مشى صافي كلشي حط السلاح ورجعوا للفكره اللي قلت لك انا ديال خصنا نجيبوا شي واحد بحاله ولا خلف منه الخلف ديالو الخلف ديالو غيجي الكره ما تدوكش على واحد نقدر واحد جوج اللي ما غيجيوش ميسي ورونالدو يقدروا يجيو وحدين اخرين هما بالاهداف النتائج اللي داروا اللي صعيبه تحطمها ولكن تنظن بان الجمهور عنده ديما حتى الوداد نفس الاراء تلقى عندهم لا ديتي لهم واحد اللاعبين اللي نجوم عندهم في الفرقه علاش غتصيفطوهم علاش غتصيفطوهم ولكن الفرق راه ما هوش عندك جوج الجمهور ديال الرجاء عارف ان الفرق ما هوش عندك جوج ولكن الى الاداره كان عندها كما تنقولوا سيوله ماديه كبيره وهادو تقدر عندك اللاعبين الفلوس اللي بغاو لانك ما تقدرش دابا تغير دوك اللاعبين انك انت تعطيهم واحد القد القدر معين ديال المال للفريق تيجي تريبل ديالهم ولا اكثر منه ما تقدرش توقف هذاك اللاعب انه غيبقى يفكر في المستقبل ديالو الجمهور ما تيفكرش بحال هكا الجمهور تيفكر بان حنا تندعموا الفريق بين اللاعبين ديالنا ولكن هما عارفين هذاك اي مع اي واحد راجو غيتناقش معاك هذا النقاش ويرجع النقاش ثاني اش غيقول لك الراجل موقف على حتى واحد غنجيبوا لعاب اخرين مشاو لاعبين دابا غير قبل غير قبل غير مرشان انا نتذكر مرشان فاش تلعب المنتخب الوطني في الشام نتذكر مرشان كانت واحد الفئه كبيره واحد الفئه كبيره كيقول لك اللهم يبيعوه من دابا الرحيمي خصو يتباع من دابا لكن على الاقل نستافدوا منه كيقول لك راه بقى في الكاميرا وي واحد الوقيته فتره ديال الفراغ اللي مر منا سفيان الرحيمي واش فهمتيني شنو بغيت الرجاء وقفات فاش مر الرحيمي من ديك الفتره الرجاء بقات غاده شفنا واحد الوقت ما لونغو بيدو جا جبر واحد مشى فاش كان فاش رجع من فاش رجع من ورا الكونفينمون رجع ما لونغو اللي كتعرف كانت واحد الفتره عاد باش رجع تاقلم مع الفريق ولكن ديك الفتره راه كانوا ناس اخرين اللي اللي وقت اللي قايمين بالعمل هي خسرت واحد القضيه في الكوره تاع اللودي شاطني الكوره قدمه واحد الفرقه كلها تتلعب على واحد النجوم واحد جوج لاعبين وي تتلعب عليهم هذوك اللاعبين غيمشيو مزيان وما غيبان حتى واحد من وراهم هذاك اللي غيدخل غيقدم لك واحد المستوى لكن انا باش غناخذ كره كمليون ومعايا علودي في لاطاك ولا معايا هشام ولا معايا مارونغو ولا معايا على ما غنقلب غنقلب عليه هو الاول حيت عارفو كما تنقول هو اللي غيفاري عليه هو اللي غيبرد لي اللعب
ما غنبقاش نقلب بزاف على واحد اخر، لان ذاك الواحد اخر ما باقي ما كما تنقولوا باقي ما عطاش المستويات الكبيره اللي غنقدر بان نعطيها له وانا مطمئن. وي باقي ما كسبش الثقه ديال اللاعب. فاش غيمشيو هاد اللاعبين غتولي الثقه عند لاعبين اخرين، غادي يلعبوا على واحد اللاعبين اخرين، راهو كتبداو من الوجوه غيتفسح المجال لاعبين اخرين. غوارديولا غوارديولا فاش جا البارسا حيد كاع النجوم باش ميسي باب، لانكم رونالدينيو وايتو زاد وديكو وديكو رونالدو وايتو عطى عام وحيد كلشي كان مسطيط خينا فاش جا كلشي كان مسطيط. شي واحد غيطلق رونالدينيو عرف ان هاد اللاعبين فاش غيكونوا وسط الملعب غيتشتت الاراء ديالهم، واش نروح رونالدينيو واش نروح ميسي واش نروح ديكو واش نروح ايتو، قرر بان اللعب كله يتلعب لواحد اللاعب هو ميسي. يودي ريال مدريد مشى منها رونالدو في اوج العطاء ديالو، العام اللي مراد داو الشامبيون دو لا ليغا، العام اللي مراه بلا رونالدو دو. وشكون هو نبيتو اللي كانوا تيعيروا؟ بنزيما اللي كانوا تيعيروا. علاش؟ لان اللعب كله ولا على بنزيما. واش دابا فهمتي؟ دابا ما كنقولوش ماشي مهم، ما كنقولوش بلي مالونغور رحيمي ماشي مهمين وغيكون عندهم دور حاسم في السوبر كوب وغيكون عندهم دور حاسم في كاس العرب كاس محمد السادس الانديه البطله الا كانوا حاضرين غادي يكون عندهم تاثير وغادي يكون هذا واقع. الفريق بلا مالونغو ماشي هو الفريق بمالونغو، ولكن دابا دابا تقدر تجيب على دابا تحل الازمه ديالك. شوف تحل الازمه ديالك تقدر تجيب واحد اللاعب اللي نسيك في مالونغو، يقدر كاع سميتو خو سفيان سميتو رحيمي صغير صغير حسين يقدر ينسيك سفيان، وكاينين اللاعبين اللي جايين في الطريق، كل واحد كياخذ الفرصه ديالو على حسب انتقال ديالو الوقيته ديالو وفي الوقيته ديالو. الراجل كل وقيته عنده واحد جوج نجوم ثلاثه وي تيمشي دوك النجوم ما تطيحش الفرقه، تيجي جوج نجوم اخرين ثلاثه. علاش؟ انا دابا نقول لك انا واحد تيخلي كما تنقول مشعل الله، يعني انا دابا مش هادو خصني كما تنقول انا خصني نبان تجي الفرصه ديالي سما كيبيت الاول الثاني تتعلق كلشي تيلعب عليا، فاش يلعب عليا كلشي تنبان انا نجم. الجمهور ديك الساعه وثاني تينسى هذوك اللاعبين تيبقاو في التاريخ مره مره تذكرهم وتهضر عليهم وتصورهم وتشكرهم تيبقاو ديما عنده في القلب ديالك. ولكن عاوتاني كاين واحد اللاعبين اللي متالقين، حنا كون ضربناها 4 سنين دابا راه ما كانش رحيمي، جا الراجا بدا بشويه بشويه بدا الاسم ديالو دابا ولا من النجوم. دابا الراجا خصها تبيعو كمكتب جمهور لا كمكتب انها غتستافد منه وغتدخل واحد المبالغ ماديه، تنتمنى بانهم يجيبوا لاعبين المناسبين في المكان المناسب وغيتبدل هادشي كله عاوتاني، لان الكره القدم تسكت بحاجه واحده، تسكت الناس تسكت كل شيء تكون على حق النتائج والاداء ديال الفريق باش تكون النتائج وحنا كلشي الناس غير رجعوا يقولوا عنده حق. وحنا كندويو على الاداء، فالجمهور ديال فريق الوداد الرياضي ما راضيش على المستوى اللي كيقدمه فريق الوداد الرياضي، وكذلك ما راضيش ربما على الاختيارات ديال فوزي البنزرتي. شفنا الماتش ديال البارح من بعد المباراه فكاين حديث على الاداء اللي ما لاقش وما رضاش الجماهير ديال الوداد. دابا السي رشيد حتى هو عبر على عدم الرضا. التفكير دابا غير جمهور الوداد خايف، شوف جمهور الوداد خايف تيقول لك واش غيلعبوا بهاد 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 الطريقه في نصف نهائي كاس العرش. فالتفكير ديال اللاعبين هاد المقابله ديال البطوله كتبقى مقابله تشكيليه بالنسبه للاعبين ديال الوداد، الاهم عندهم هو المباراه ديال نصف نهائي ديال كاس العرش، هو المباراه المهمه اللي كاينه عند اللاعبين. حتى البطل الصباح كان مقلق، لا اكيد لانه مدرب ما كاينش شي مدرب كيبغي الخساره. راه حتى من بعد تسجيل الهدف راك شفتي رده الفعل ديال اللاعبين، لا من بعد تسجيل الهدف راك شفتي رده الفعل ديال اللاعبين، ما كاينش شي لاعب كيبغي يخسر واخا يكون مباراه حبيه ما يبغيش يخسر، ولكن كيبقى دائما التفكير ديال ما كتكونش مركز واحد 100% على واحد المباراه اللي هي كتبقى مباراه شكليه، ما كتكونش مركز واحد 100% خصوصا انت متبوع بواحد المباراه ديال نصف النهائي. كنظن ان المباراه ديال نصف النهائي هي اللي مأثرات شيء ما على مستوى التركيز ديال اللاعبين، لان كلشي كيفكر فيها كلشي غيبغي يحضر فيها خصوصا مع نهايه الموسم. شحال من لاعب غيبغي يخاف يتصاب لان كيكون الارهاق البدني تيكون بزاف ديال الحوايج، وديجا عانوا منه في نصف النهائي ديال الشامبيونز ليغ، عطاو كل ما عندهم في المباريات ديال الكاس. الوقت اللي وصل لو جور جو لو جور دو جور جي ديال 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 او 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 اليوم الموعود او اليوم الحسم على مستوى نصف النهائي عصبه الابطال، فما ما لقاش راسو حتى واحد، ما لقى راسو. شفناهم في المباراه ديال الدار البيضاء مع كايزر شيفز حاولوا ما يقدروش، ما تقدرش فوق طاقتك ما تقدرش دير شي حاجه فوق الطاقه ديالك، دونك هادشي اللي خايفين منه خصوصا مع نهايه الموسم. ما نساوش بلي راه الموسم ما بداش في وقته، الموسم اللي فات راه ما بداش في وقته، راه بدينا حتى شهر 11 ولا ما عرفت شنو، وها فوقاش غنساليو وخصنا نبداو بكري
راه المشكله غادي غير تسالي من هنا تبدا في الجهه الاخرى، خاصك تبدا بكري لان الموسم المقبل خاصك تسالي شهر خمسه. دابا عطيني زعما ديال الوداد علاش 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 خايفين؟ ماشي خايفين على جمهور الوداد، متخوفين ومتخوفين لان كما تنقولوا الموج ديال المدرب كاع الوسائل راح. عندك اللاعبين اللي جايين واحد المباريات كبيره، لاعبين اللي كانوا متالقين في الفرق ديالهم، عندك خيارات. وي فاش يكون عندك خيار خصك تعرف كي تستخدمه وتعرف كي تدور الفرق. هذا الشيء علاش الجمهور ديال الوداد غاضب وتشوف هذا الاداء ما عاجبناش. حيت تبارك الله التركيبه البشريه اللي كاينه في الوداد راه غنيه صح. كم كرويا واش دويش انا اللعابه ما عندك في ماتش غتلقى لعاب واجد غيعطيك. قلت لك بان هذا هو التخوف ديال ماشي تخوف، هذا هو اللي غاضبين منه الجمهور ديال غاضبين اكثر من ما هو تخوف. النتائج راه كاينه وديتي بطوله، ولكن تيقول لك بان احنا كنا نديو بطوله ديال الشامبيونز ليغ باي حيه. وي وي لان ما عرفش يدور الفرق ولا هو ما بغاش يدور الفرق باش ما نكون لا معاه لا ضد. عندك لاعبين اللي تعرف تدخلهم، كاين لاعبين ما عرفش تواصل معاهم بحال سكوما بحال المدان بحال بزاف لاعب ما عرفش يتواصل معاهم. كاينين لاعبين اللي نزلوا يدهم تيقولوا حنا لاعبين احتياطيين ما نبقاش نضرب على بلاصتي، راه كاع اللي لعبت في هذه المباراه هذا ما غيلعبنيش، هذاك يلعبك راه ما تيلعبكش. يعني تيبان لك الجمهور بان وكاينين اللاعبين اللي قدروا يخلقوا لك الاضافه ولا يعطيوك الاضافه في اي وقت يخلقوا لك الحلول بحال الزوير المتارجم. شوف تنقول لك الا ما عرفتيش تقدم بالجروب وتدوروا وتواصل معاهم وتقنعهم علاش ما تلعبش وعلاش تلعب، ولا كانت المباراه ديالك خصك تدخلني وتكون عندي معك عندي فيك واحد الثقه وانت تثق فيه وانا تثق فيك. هذا الشيء هو اللي خايف منه الجمهور ديال الوداد، خايف ما كاينش ذاك التواصل بين المدرب وبين اللاعبين. عندك 12 لاعب راه تيلعب ولكن اللاعبين الاخرين تيقول الوداد اللاعبين ممتازين الا دخلوا قدموا واحد المستوى كبير الا داروا الا داروا ما عارف الامكانيات ديالهم ما تعطاهمش الفرصه. فهمت دابا فين واقع المشكل؟ علاش قال لك حنا رصدنا هذا المدرب عصبنا؟ لان ولا تخوف ماشي من الاداء، تخوف تدوير الفريق. الفريق ما تيدورش، يجي لاعبين كاين لاعبين ما شناهمش كاع، يجي مبالغ ماليه اللي كبيره. كانوا لاعبين اللي كانوا مهمين في الفريق كانوا مهمين ضعفوا ضعفتي في اخرين اللي كانوا اللاعبين متالقين فيهم وجبتيهم باش انت تلعب بهم ودي القاب وتلعب بواحد الاريحيه وتعطي الراحه للعلود وتعطي الراحه للارموم وتعطي الراحه ل جبتي لاعبين باش السيطره محليا وقاريه باش تلعب. جا مدرب لان مدرب جا هذيك الشيء تلقى نعاد ديالو، ولكن في الاخر صدروا على الحساب. اول اللقب اللي كانوا لعبوا عليه وشامبيونز ليغ ضاع لك. باش ضاع لك بخطا نقدر نقول لك واحد عنده واحد النسبه كبيره. هما كاينين جوج ديال العوامل، كاين التدوير ديال الفريق اللي ما كانش ديال اللاعبين اللي ما كانش، وربما الناس ديال الوداد كيشوفوا التراكم ديال الماتشات. واش التراكم ديال الوداد؟ شوف خلي تقول الراجل شفنا هادشي بان العيا هادشي بان العيا. شوف راه تقول تدوير هو تقول ما تبقاش تقول شي حاجه والضد ديال الا ما قلت والو انا ما قلت لا حاجه الا انت تتقول لي عندك سو كان التراكم ديال الماتشات كيشوفوا البرنامج الوداد ما يهضروش على التراكم ديال الماتشات على اللاعبين. خلينا نهضر فاش يكون عندك 24 لاعب شاري لاعب مزيانين غتقول لي البرمجه الا دخلتي فرقه ودخلتي فرقه وتيقف هذه الفرقه وتيقف هذه اللعابه وغاتكون عندك برمجه. خلي الناس اللي ما عندهمش لعابه بزاف، انت عندك 10 عندك فرقه تلعب 11 حيدو تلعب 11 اخرين حيت شاري لعابه جايبوا مبلغ كبير ديال الفلوس، بقيت تقول لي تدور. واش شفنا حتى البونزار تيحتج على البونزار شفنا شي حاجه من عندنا. هو خلي انت ما تحتجش، خلي هو يحتج، الجمهور ما محتجش على هذا الشيء. نقول واحد القضيه، الجمهور ديال الوداد تيهضر وتيقول لك كون دارت الفرقه مزيان غنمشي واخا تلعب جوج ماتشات في السيمانه ثلاثه في السيمانه ولا اربعه كاع لانك عندك لاعبين اللي قادرين. جيب لاعبين اللي سميات شاريهم بالفلوس خاطر عليهم فلوس، ما تبقاش دري ما تهضرش ليا على الماتش لاصق ماتش ما تهضرش ليا لانك انت عرفتي تدور الفريق ديالك وعرفتي تمشيه راه غيمشي داك الشيء كما تنقولوا بواحد البساطه زوينه وتجيب الكره زوينه. لان النهار اللي دخلهم نهار ديال بركان اللاعبين راه ما تصبعهم دراري صغار راه عارفين قنيه اللاعبين راه عارفين قنيه قانينين في هذا الماتش ديال بركان غندخلوا واش لا كنا مزيانين الريوسنا ما كناش مزيانين جبنا ما انتم اللي تهضروا عليهم. هما راه عارفين اللاعبين ولاو فاهمين راه شي من ولاو خايفين الجمهور اللي يولي هذا المشكل في المجموعه. اما تقول لي انا البرمجه ولا هذا العيب الوداد برمجه كفريق خصو يحتاج هادشي، ولكن كمجموعه اللي جايب الرئيس وجايب الناس ما خصوش يحتاج لان عندك في الميلي وعندك ست لعابه في الميلي وواحد كما تنقول واحد تينسك في واحد جمع حسبهم لي وحسب شحال المبالغ الماديه باش جاو. تهضر في الديفونس هضر لي قول لي شحال من لعاب
تقدر يطلع على درو اريار جوش هذا شحال من لاعب وشحال جاو تضرب في الاطاك هضر شحال ديال الفلوس شحال جاو يعني باش تقول لي انا مداوره عندي لعيب شباب انا معاك نقول لك لاعبين ما عندهمش تجربه ما عندهمش هذه انا معاك ولكن المدرب ما عرفش يدور واحد 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 الفريق اللي اليومين هذا ما عرفش يدوره اليومين هذا ما عرفش يدوره هادشي الناس خايف من الجمهور الجمهور خايف من هادي عارفين بان عندهم لاعبين عندهم هادي فما تيدور شي كل لاعبين تيقول لك المدرب ما عرفش يجيري هاد الكروب وماشي اول مره المدرب تيديرها فاش كان معاهم هادي عامين دار نفس المشكله فاش وصل اهم حاجه فاش توصل كما تنقولوا فاش توصل باش تشرب الماء ما تتشربوش تتصال حدا العوينه وما تتشربش علاش لان انت تلقى راسك فيزيك ممتي انا كتضرب واحد الاخر وما تقدرش تعاون على اللاعب الاخرين لان اللاعب الاخرين ما عندهمش ما تتفرج لهم وما عندهمش المورال وي كذلك الحديث على في هذه الاونه هذه مره اخرى رجع الحديث على غياب الاداره التقنيه في انديه كبار شفنا الرجاء شفنا الوداد ديما الحديث على الدور ديال الاداره التقنيه اللي ربما الجماهير كتشوف ما كاينش ماشي من اليوم وكاينين ولكن من شحال اسمح لي اسمح لي قطعتك ومن شحال هذه راه ما كاينش وعد عد اليوم عاد باش ماشي هو عاوتاني الهضره هو من شحال هذه هو الهضره راه خص 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 الناس اللي بحال هاد الامور اللي ما كتحلش ما كنسمع وي راه غادي تبقى تسمعها تبقى تسمعها حتى يطلق عليها حل الحل اللي خصو يطلق شنو هو تدار اداره تقنيه سامبلومون الحل صافي الحل بغيتي الاداره التقنيه ما خصوش يكون مشكار فاش يكون مشكار هو اللي يتحمل المسؤوليه ديالو مشكار تيقول لك انا اللي ناكل العصا في الاخر انا اللي نسير الفريق انا اللي غندير انا اللي غنفعل انا اللي عاد فاش واحد القضيه دابا فاش نضرب على الوداد كاين شي واحد يدور دار الاداره التقنيه والرئيس تدار على الراجا والرئيس تدار على اي فرقه علاش حيت ما عندكش مؤسسه ما عندكش واحد الفريق اللي مهيكل فريق اللي كل واحد في المكان ديالو بغيتي تسول شي خبر خصك الرئيس بغيتي تسول شي لعاب خصك الرئيس بغيت تهضر على الميزانيه خص تهضر على الرئيس بغيتي شي واحد يهضر ناطق الرسمي ما غيهضر حتى واحد من يقول لي الرئيس خص رئيس الليغ ولا قلتي شي حاجه ما بقاش ما نبقاو شوف كي حنا تنتحداو ولا كان شي مشاكل خايبه تمشيو عند الرئيس نيشان راه حنا مولين المشكل الجمهور مولين المشكل لان كنتاكل لما جات واحد اللعاب ما كانش مزيان ما تهضرش تقول الاداره التقنيه حيت في الاخر تكون تيتحاسب تيتحاسب الرئيس تتبغي تهضر على لاعب جيبو لنا تقول لك واسي فلان تتسمي الرئيس جيبو لينا الرئيس يقول انا عندي الخدمه ديالي غنجيب هاد اللعابه كاملين ونعطيهم للمدرب الناس كاين الناس اللي انا نهضرك على نسبه كبيره كاين الناس فاش يهضر معاك تقول لك والرئيس راه جاب ليه كلشي وراه هو اللي باغي يخدم مع ديك الساعه ما تيقولوش اداره تقنيه فاش يكونوا نتائج خايبه تيبداو يجبدوا الاداره التقنيه كاين الناس اللي فاهم يهضرش عليهم انا واحد النسبه كبيره الناس وكاين الناس اللي تيبانوا بزاف اللي تيبداو يهضروا تيهضروش على هادشي اي مشكله تيدور المشكار من حد المشكار كاين ما كاينش حاجه مؤسساتيه ما كاينش كل واحد المكان ديالو عم دابا واحد القضيه عاد شي ناطق رسمي في شي فرقه على غفله هضر معاه اش غايقول عطيني 10 دقائق خصو يعيط الرئيس خصو يقول له اش يقول عاد يخرج يقول كاين ولا ما كاينش ولا هادشي كله ما تبقاش تهضر على الاداره التقنيه الا هضرتوا على البي ديال الماتش راه ما تيش عند المسؤول ديال هادشي ديال خصك هضر الرئيس هو اللي يقول امتى تخرجهم امتى تدخلهم حتى عندما تتعيط الا بغيت تسولتي تعيط شي واحد في شي فرقه تتعيطنيش الرئيس يعني الخبر عاد من منشي شكون هو الرئيس من حدنا عندنا مشكار اللي غيجي فلوس ديالو وغيعطي وحنا قابلين عليه لانه هو اللي غيضحي فلوس هو اللي غيضرب راه المشروع ديالو هو تيكمل عليه هو غتيمشي به بغينا نهضروا على هذاك الشيء مؤسساتي لان كيفاش دار على الفروق دار على البارسا سو الرئيس اش غتجيب اش ما غتجيبش يقول الله اعلم ما عرفناش شكون اللي غنجيبو كاين الناس ديال التخطيط اللي غيجيبوا هاد اللعاب شي هضره ناقش معاك الا بغيتي شي بعد ما الرئيس يقول لك كلمه وخرج الناطق الرسمي كذبوا قلت لا انا ماشي هو المشروع اللي غادي به هذوك الناس غاديين كل واحد في المكان ديالو حنا فاش نهضروا بدنا نهضروا داك الشيء اللي عندنا حنا عندنا واحد السيد يحكم بواحد الفرقه تيشدها تتولي ديالو تيقاد تيخدم لانه هو الاول اللي غياكل العصا هو الاخر اللي غياكل العصا مشات الفرقه مزيان الناس تيشكروا هو مشات الفرقه خايبه هو الاول تيتعاير تيقول انا لا غنتعاير من قال داك الشيء بوحده ونحط الناس ديال الثقه اللي اي حاجه تيبغي يديرها تيعيط ليا انا اي حاجه حتى تسمعها تيقولها ليا انا وانا مور راي حتى انا الاول اللي غنتعاير ولا كنتي انت بغيت تكذبني وانت في الدومين هذا عيط شي ناطق رسمي ولا عيط اي واحد سولو شي سؤال كذبوك تسولو غيقول لك شي حاجه اش غيقول لك تسنى نسول الرئيس كاع الا كنتي انت عايز على هذا الشيء يعطيك واحد نص ساعه يعيط الرئيس يسولو تيقول لك ها اللي كاينه لي وراه ماشي اللي قلت راه قال الرئيس علولي هو راه قال كل شيء السي ياك نمشيو نرجعوا للحديث على الماتش ديال فاش تكون النتيجه زوينه الرئيس
باش تكون النتيجه خايبه موديل مدير تقني. احنا عندنا في المغرب رئيس ومعاه الناس اللي خدامين معاه. كاين رئيس اللي تيعطي شويه ديال بوفوار للناس اللي معاه. كاين اللي والو، ولكن فاروق دابا والله ناطق رسمي تيخرج فاش تدي فرقه بطوله ولا تدي شي حاجه تدي لك شي حاجه ديالو باش تضحك وشي كلمه زوينه ديالو شي لقيطه ديالو زعما رانا كاين هنا، كاين ورا ما كاينش. شي قفشه من القفشات. شي قفشه ديال مصر. شي خرج يقول شي لقطه هو ما عندوش الدور. ما عنده لا دور لا والو، تيخرج حنا ودينا وهادي وقول الناس وهادي صافي. اما في شي مواضيع اخرى ما تيبانش، ناطق رسمي في الوراق وصافي. باقي من بعد حنا على الهيكله ديال الانديه. ماشي باقي بعد. ملي كنشوفوا في حال هاد الامور غياب اداره تقنيه للانديه الكبيره. حتى ماشي غياب راه كاينه. الدور ديالها بحال ما كاينش. راه نفس السؤال، نفس السؤال غير هو بطريقه. تيتخلص دونك. تيتخلص موظف. خدام اليوم كاينه اداره تقنيه. ها هي الا كانت نتائج زوينه راه كاينه وتنشكرو. كانت نتائج خايبه تندور الرئيس. هذه هي المشكل ديال الكره المغربيه، ما عندناش ما تنفكروش شي حوايج تتوقع كما تنقول تتوقع المشكل عاد تنهضرو على هادشي على فلود ديال العام ما كانوش عارفين ما كايناش. فاش كانت غدا الفور غادي مزيانين ما كانتش ما كايناش. كانت ولكن فاش تدبدب الامور تنمشيو للنقاط اللي عارفينهم حنا خصهم يكونوا عشان نبداو نهضروا عليهم، والسنه الجايه ان شاء الله غيبقى نفس الشيء. غيبقى نفس الهضره. ما كاينش هذاك السيد وكاين ذاك السيد وكاين ذاك البوست وكاين ذاك البوست وكان غادي نفس الشيء. اشرف رانيا قال راه ناصر الخليفي ديال باريس سان جيرمان وعنده غير الشكار. ها؟ ودا شي حاجه. فاش يوصل لصح الشامبيونز ليغ راه ما تيديوها، دار كلشي كاع بقى يجيب على تا هو عنده مدير تقني تا هو راه ما عندوش، ما عندو لا مدير اداري لا والو، تا هو بوحدو عارفين تا هو في دماغه، دا شي حاجه فاش يوصل لصح ديال الشامبيونز ليغ راه ما تيديوها، البطيله ديال فرنسا راه ناشطه مرة تيديها وعرقان مع راسو، ما هذاك حد يجيب كلشي، كلشي مشى عند الصحراء ما تيديوها. عموما دا الشامبيونز ليغ؟ لا مازال ما جاب كلشي. دار فينال ولكن ما دار فينال. واش داها؟ مازال شوف الهيكله هي كلشي ياك الهيكله وباريس سان جيرمان غيمشي لخليفي تنظن بان غترجع كيما كانت وكيما كانت واخا عنده اسم كبير كترجع كيما كانت ولكن الريال بارسا اليوفي الفرق الكبار تيبقاو نفسهم لان غادي كما تنقولوا بواحد الهيكله ديالهم الاداره ديالهم كلشي غادي مزيان. نرجعوا للحديث ديالنا على الماتش ديال الوداد وشباب محمديه، شفنا الهدف ديال فريق الوداد ديال شباب محمديه عن طريق اسامه المليوي. نمشيو دابا نشوفوا الهدف ديال التعادل اللي جا من قدم ايوب الكعبي، هدف ديال فريق الوداد الرياضي ديال التعادل.
هدف جميل ديال ايوب الكعبي؟ هدف جميل، انا قلت لك قبل، قلت لك باللي راه هدف جميل وطريقه كما قال، كما قال ديال 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 الكعبي. لا شفتو البارح، شفتو البارح شفتو البارح الهدف حتى التحضير ديال ديال حتى التحضير ديال وليد الكرتي بالراس، التحضير ديال وليد الكرتي، وكان غيديرها عاود مره اخرى من ورا من ورا الهدف، راه كان غادي يدير غيدير نص الطريقه، غادي يدير بنفس الطريقه. دونك هدف الكعبي هدف هدف جميل. كعباوي زقلع كعباوي وهدف كعباوي، لانه تي 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 سهل تيسجل تيسجل صعيب. هدف شويه شويه هدف هدف البطوله، خصو يخدم شويه التركيز. هداف البطوله واللي ماركي 12، او اللي كيعجبك في ايوب الكعبي بعض الخطرات ما تيزقل، ولكن كيبقى مركز. ودابا يلاه قلتي خصو يشتغل اكثر شويه. الحاجه اللي فيه زوين، لا شوف خدام خدام ما سوقوش، داير خدمته تسير. وي وي هذا هو اللي مهم، داير خدمته كيخدم كي صحيح. انا هو داز، لا عرفتي علاش داز؟ هو في مراحل اللي كانت صعيبه، لانه بدا من الهوات والضراب ولعب هنا ولعب هنا ولعب هنا، ما لقاش واجد كيف كان. لا عرف بان الا بقيت تبعت الهضره ديال الناس وهذه وهذه ما غاتجيش بعيده، انت تتعقد الفرقه عن التراب على رجلك الطوبيس. لاعب اللي دوز هذه المراحل كلها ما فهمتي، ولا لاعب واحد كما تنقولوا بواحد الثقه في النفس ديالو، الثقه في الكره ديالو، ما تيسمعش. هذه احسن حاجه في كره القدم، هي خصك تعرف بان الجمهور تيبغي لك الخير، تيعايرك باش تكون انت مزيان، لانه ما كنتش عنده في الفرقه وما تعرفش، ما تيعايرش اشياء شخصيه، تيعايرك باش تكون انت مزيان، تنتقدك على تنتقدك، عارف انت الا بغيتي تغذيه خصك تشد الاهداف. وصل لهذه المرحله هذه، ومن كما الظروف اللي داز منها كلاعب، تعذب 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 ديال بصح عاد وصل لهذه المرحله هذه. صحيح، لانه علمته بزاف ديال الاشياء، والحياه تتعلمك بزاف ديال الاشياء. وذكرت شي قبيله، ذكرت كريم بنزيما. كريم بنزيما في واحد المرحله في ريال مدريد كنا كنسمعوا كريم بنزيما تيزقل ازرق قال دابا شكون اللي داز ريال مدريد؟ شوف راه الكره راه هي هذه، راه شوف راه ماشي هذوك اللعابه دازوا في البارسا كلهم عيانين، ولكن ميسي زيد نغزه كنقولوا حنا عارفين اللعابه اللي وصلت ميسي 91.99.99 غير ماركيا. هذا هو الفرق بين لاعب ولاعب، كان كوسط ميدان ومدافع ولا حارس ولا تنقولوا يا رب الكره توصل عند هذاك، يعني كلنا تنبداو نقلبوا على ذاك اللاعب، عارفينه بانه واحد النسبه مئويه كبيره غيعطيك الحل ولا غيسجل ولا غيدير شي حاجه اللي ما يقدرش يديرها اي واحد. هذه هي الحلاوه. بنزيما دابا في الريال كلشي تيقلب عليه، لانه هو الحل اللي ولا دابا، انا كنلحتي البرازيليا سميتو البرازيلي الرياض اللي غيزقل غير ماشي غيزقل علاش حتى هو ما خداش ديك الثقه، باقي ما خداش العيش، ما خداش الثقه. والبرازيل تنعرفوهم حنا، ما تيجيو من البرازيل ما خصهمش يجيو البطولات القويه ديريكت، كاع اللاعب البرازيل اللي دازوا البطولات القويه ديريكت ما وصلوش. حتى ربما اللاعبين ديال البرازيل ديال السنه هذه ماشي اللاعب البرازيليين. شوف رونالدو مشى هولندا، روماريو اللاعبين كاع اللي مشاو بزاف مزيان في اوروبا جاو كما تنقولوا ماشي الدوري اللي قليل شويه في الفرق الفرق اون فيت الفرق ما مشاوش الفرق كبيره دغيا حتى البطولات تكون ريفالدو كان جا لا كورونيا كان جا دي بورتو الاخرين كلهم مشاو لهولندا مشاو فرنسا تياخذوا الريتم ديال المباريات تيولفوا عاد تيمشيو تنقول لك هذه هي الكره هذه الحلاوه ديال الكره ما خصكش تبدا وانت كما تنقولوا متعلق واحد التعلق اللي كبير تبدا تدريجيا تبدا تحكم فيها وتاخذها لان هذه هي الكره. وكاينين استثناءات بحال نيمار. من نيمار؟ نيمار جا كان هو الولد ديال البارسا مقلع ميسي. شكون رقم واحد في البارسا باش كان نيمار؟ هو تيبقى ميسي ولكن حتى نيمار في شي ماتشات راه كان نيمار احسن. واش ميسي دابا انت دابا ميسي ولا نيمار في البارسا؟ سول اي واحد من الجمهور ديال البارسا دو بارسا ميسي ميسي حاجه صح. انا نهضر لك على رقم واحد احنا ماكش نيمار ضعيف تقول لنا ما تنقولوش ما قلنا ويلي ما قلنا ما قلناش شنو من قال ما قلناش شنو من قال يا نيمار راه سواريز كان تيمارك راه سواريز كان تيمارك ولكن الماتشات الكبار اللي كان تي خصك سواريز رد لا ليغا هذا العام مع اتليتيكو علاش نقول الماتشات الكبار اللي كان اللعاب تلقى ميسي نمشيو نشوفوا الهدف او نمشيو للماتش ديال فريق مولوديه وجده مع فريق حسنيه اكادير. نتابعوا الهدف ديال فريق مولوديه وجده، هدف ديال الفوز في هذه المباراه هذه، ورجعوا لكم مشاهدين.
شفنا الهدف ديال فريق مولوديه وجده، وجده الان اللي ثلاثه ديال شعلت 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 الصراع على المرتبه الرابعه بين ظل ديال الفرق كيمثلوا المنطقه الشرقيه. المشكله اللي كاينه ان 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 الحسم او 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 القيمه ديال المرتبه الرابعه ما غادا تجي حتى يتاهلوا الوداد والجيش للنهائي كاس العرش. وي حتى المشاركه العربيه باقي ما عرفناش شكون اللي غادي. بقى حنا لعبنا حتى الفينال مشاركه عربيه. مشاركه عربيه انساها. لعبنا حتى الفينال بقى مشاركه عربيه. لا كانت كاع المشاركه. واش فهمتيني؟ باقي حتى هذاك الكاس الممتازه، الكاس الافريقيه الممتازه اللي غدير جديده. دوري السوبر ولا داك الشيء، حتى هو مازال ما محسومش في الامر في الامر. لا هو صافي ولكن باقي ما باقي ما كاينش شي حاجه على قد ما محسومش في الامر ديالو غيتلعب ولا باقي ما غيتلعبش. فهمتيني؟ هي كفكره راه كاينه، مي باقي ما محسومش في الامر ديالو. يعني الفوز ديال وجده البارح فوز مهم وهضرنا عليه البارح في الصباح. قلنا باللي راه غادي يزيد يشعل الصراع وغيزيد يشعل الدوره الاخيره. ودات المباراه اللعبه. وغيزيد يشعل الدوره الاخيره لان وجده غادا الاسفي وبركان غادا تمشي بجوجهم خارجين. وبركان غادا تمشي للتطوان. تطوان ازمه. مازمه لواحد الدرجه ما تتصورش دونك. صعيبه وي. دونك كاين 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 واحد الحماس غنشوفوه في الدوره 30. كاين المباراه ديال الزمامره وتزم. المباراه ديال برشيد وطنجه. المباراه ديال اسفي وجديده. المباراه ديال الفتح. الفتح 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 خارجه. المهم المباراه خرجت الماتش غتدخل تدخل الفتح. وكاين المباراه ديال النهضه البركانيه والمغرب تطوان. خمسه ديال المباريات بالاضافه للمباراه ديال الوداد والجيش بحكم الكلاسيكو قيمه الفريقين فما كاينش الحسابات ديال حقا مباراه شكليه ما مباراه شكليه. زوين اخر ديال الغزا والمغرب. وي وي مباراه ديال 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 الرجاء والمصري هي دونك كاينه الدوره 30. مي الدوره 30 شوف الدوره 30 كتبقى غدا تبقى فيها النديه غدا تبقى فيها بالرجوع للهدف على مستوى النزول وفي الرجوع للهدف. الهدف تسجل بطريقه زوينه. شفنا طلب الكره ديال ادم نفاتي التحضير ديالها خذا الوقت ديالو باش انه يقدر يمرر. ما كانش تمريره عشوائيه لا. فهو عطاها بريسي لهذاك الدري هذاك لهذاك المهاجم الاجنبي. سجل بالكعب هدف مهم ومهم بزاف للمولوديه الوجديه اللي خلاه يبقى منافس حتى الدوره 30. وي غريب في الامر. غريب في الامر. شنو هو الغريب في الامر؟ اكثر فريق بدا بالمشاكل هو المولوديه الوجديه. وانا ما نخليكش غير فكر انطلاقه تاريخيه. شوف انت غير نويت تفكر نجاوبك. ولينا حافظين كنعرفوك اش تقول. واش فهمتيني؟ اخيب انطلاقه ممكن يبدا بها شي فريق هي المولوديه الوجديه. وكل شيء كان كيقولوا حنا قلنا في هذا البلاطو. كان عندهم النقطه الى سته نقاط. كانت عندهم خمسه ديال الهزائم المتتاليه. الدوره 13 عندهم سته نقاط. الدوره 13 كنظن عندهم سته نقاط. ولا ثمانيه نقاط في الدوره 13. يعني كلنا وهنا حنا هنا في البلاطو في جميع المنابر الرياضيه اللي كاينه في المغرب كانوا كيقولوا الى المولوديه استمرت في هذا الشكل فهي غادا تنزلها. ولكن دابا راها كتنافس على مركز من المراكز المؤهله المشاركه الافريقيه. دونك نتمنوا التوفيق نتسناو الخدمه ديال برنارد. الخدمه ديال كل شيء. الخدمه ديال كل شيء. الخدمه ديال كل شيء ورجع الاستقرار واللي زاد ساعدهم ذاك التوقف اللي جا ديال الشان ساعد شويه لم الصفوف وعطاهم حتى الوقت وعطاهم الوقت فين يخدموا فين يشتغلوا فين. دونك نتسناو الدوره 30 غادا تعطينا الجديد. كيف ما ذكرتي علو ديال الماتش الجاي ديال فريق مولوديه وجده فهو غيحول ضيف على اولمبيك اسبي قمه كلاسيكيه كلاسيكو المغرب بمدينه الدار البيضاء ما بين الوداد الرياضي والجيش الملكي. المغرب التطواني غيستهدف فريق نهضه بركان. المغرب التطواني غيبحث على فوز من اجل البقاء. ونهضه بركان غيبغي يحسن. التطوان عنده داك الشيء في يده. وي لا ربحان لا ربحان تقول راسو. ونهضه بركان غيبغي يربح باش يحافظ على المركز الرابع ويضمن المركز لان التعادل ماشي مصلحتهم جوج.
التعادل ماشي المصلحه ديالهم، المصلحه ديالهم بجوج. وي الفتح الرياضي غيستضيف شباب المحمديه او التعادل نقدر نقدر نخدم تيطوان التعادل. لا يا حتبقى مباراه اللي كنا بيناتهم جوج فراق المباراه اللي كنا بيناتهم لا 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 ماشي مصلحتهم. علاش؟ لان المواجهات المباشره برشيد لعب حب 3-0 ومعادله 1-1 مع تيطوان في المواجهه المباشره. حتى نهضه بركان 42 نقطه مولوديه وجده 41 لا ماشي مصلحتهم جوج. كذلك كاين الماتش ديال الفتح الرياضي اللي غيستضيف فريق شباب المحمديه. الفتح هو تا هو غيبغي يربح، تا هو خصو يربح، ماشي يبغي يربح خصو يربح. حسنيه اكادير الدفاع الحسني الجديدي امور محسومه بالنسبه للفريقين، اللهم الا بغى واحد فيهم او لا يبغيو بجوجهم يحسن. لا ولكن واحد الحاجه حسنوا من سلم الترتيب لان المنحه ديال 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 المراكز تختلف. صحيح صحيح. المغرب الفاسي غيستضيف فريق الرجاء الرياضي. المغرب الفاسي من بعد ما ضمن البقاء ديالو، الرجاء الرياضي من بعد ما ضمن المشاركه والمشاركه في الشامبيونز ليغ. وكاين ماتش ديال اليوسفيه برشيد واتحاد طنجه. برشيد غيستضيف عفوا فريق اتحاد طنجه. ديك المباراه ديال الموسم ديك هي المباراه ديال هي والمباراه ديال الزمامره وسريع وهزم، لانه هو تزم وبرشيد خصو الزمامره وبرشيد خصهم ينتصروا ويتسناو تما فين كاين التشويق غادي يكون غيكون ويوسفيه برشيد خصهم ياكدوا الفوز اللي حققوا على الدفاع الحسن. خصهم يفوزوا. كيفاش ياكدوا الفوز؟ خصهم يفوزوا صافي. اش من ياكدوا الفوز؟ خصهم يفوزوا، فريق خصو يفوز باش يدير 33 نقطة ويتسنى لأنه معني بالنزول. كاين فرق خصهم يتأكد الفوز. لا أي فرق خصو يأكد. خلينا من البوليميك ديال الجمهور. عطاو الماتش ما عطاو الماتش، شراو الماتش ما شراو الماتش. اللي كيقول شرا الماتش واش أنت اللي مشيتي تخلصي؟ شرا الماتش مشيتي تخلصي؟ أنت اللي ديتي الفلوس؟ أنت اللي توسطتي؟ حنا نمشيو بعيد كاع. هاد برشيد هادي باش تما ما باعتش الماتش، خصها تربح خصها تخسر. كون خسرت ما باعتش الماتش. ايه كوميم ما كاينش شي حاجه، ما كاينش شوف ما كاينش شي حاجه ملموسه، ما كاينش شي تسجيل، ما كاينش شي فيديو، ما بحال داك الشيء ديال برا. ما نهضرش على هادشي. ما بقاوش غير ربحتي راك شريتي، خسرتي راك بعتي. الاهداف عاديه تتماركا. واش دار؟ هو طاح بوحدو. هي دار الكول. حيت كاين اللي مشى ابعد من هذا الشيء ولا كيطالب في التحقيق في هذا الماتش. ما على اشنو؟ انا كندوي على البوليميك. على اشنو؟ حتى انا نمشي معاك على البوليميك. انت عندك تهضر على البوليميك. وانا نمشي معاك على علاش غيخرج بالتصريح؟ بوكوا؟ اشنو واقع حتى غيخرج بالتصريح؟ اشنو اللي خلاك تقول؟ واش شي واحد كان غادي وطاح بوحدو؟ والمدافع طاح. وتخيل معايا دابا، تخيل انت دابا اللقطه ديال تشيلسي ليفربول، تشيلسي وديمبابا مع 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 جيرار، قلت انا اللي طاح اللي زلق ومشى راسو راس البوط. والله حتى يديروا لكم مشناقه في المغرب بالربي، اللي يديروا لكم مشناقه بيع الماتش. تخيل معايا ما دارت حتى لقطه البيوت اللي تماركا ورجع لنا الاهداف اللي راهم كاينين. وتجديد واحد القضيه تجديده ماشي الفرق ديال هذا العام هذا الفرق. راه ماشي جديده، راه ماشي الفرقه اللي واو تخسر تيرانا بلا ماتش كبير. راه جديده، راه فرقه عاديه هذا الموسم هذا. يعني انا ملي تقول لي برشيد جات ربحات الوداد والرجاء في كازا بثلاثه ونقول لك ديك الساعه يدخلك الشك. جديده راه فرقه عاديه صافي، راه ماشي برشيد. اسمح لي اسمح لي، برشيد راه تربح الرجاء تربح الوداد شيرانو تروح الراجل تروح الدون. اسمح لي الكره المغربيه ما كانش شاري الماتش. المشكل عندنا في المغرب راه هو شويه كنا قبل من الماتش بعدا بنادم تيقول لك قبل الماتش وكذا راه يعطي لي هذا هذا يعطي لي هذا. يعني حنا هذا المشكل عندنا في المغرب خصنا نحيدوه. الشك بزاف ديال تخيل معايا صاحبي. والله العظيم شوف شوف والله العظيم يا سي محمد، والله العظيم الا في البدايه ديال البطوله كانت دوره 6 ولا 7 ولا كان شي مقابله من المقابلات، والله العظيم الا شحال من واحد من الاصدقاء ديالنا كتب باللي راه الماتش مبيوع. وراه مبيوع في الدوره 6 صاحبي، في الدوره 6. احنا هذا المشكل عندنا احنا في المغرب. لعبت شويه صافي لعبت شويه دوز دوز. هذا والله العظيم هذا موضوع ما موضوع القدر. موضوع باسل باسل دوز والله موضوع باسل. من عندك عام قصد عليه، عندك 90 عام نفس الموضوع. كاينه هضره على
السبب ديال غير يلعب. شوف الله يرضي عليك، الله يرضي عليك، الله يرضي عليك. شوف شوف الله يرضي عليك، نهضروا الله يرضي عليك، الله يرضي عليك، نهضروا شوف الله يرضي عليك، نهضروا شي حاجه التوضيح وصافي. من اجل التوضيح حتى من اجل التوضيح واش غتبقى حتى قداويته لغدا. شوف نهضروا في شي حاجه اللي مهمه اللي مزيان. هادشي 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 ما غيساليش ابن شيخ كبار من هادشي بزاف. السيد اطار كيجي كيقرر المدربين، انت كتقول لي دوز الله يرحمه عنده اعراض ديال كوفيد، كنتمناو ليه الشفاء. هو ثلاثه ديال اللاعبين الفريق ديال الحسني الجديد هادو مسؤولين، المسؤولين ديال الفريق. الا دخلتي في هذا الموضوع هذا راه غتلقى بزاف ديال الحوايج اللي ما شوفهم. كيجي واحد مريح دارو، واحد مريح دارو يقول لك باعوا الماتش، انت اللي مشيتي تسمصرتي، انت اللي كنتي وسط تسمصار، انت عطاوك فلوس وديتيه ليهم وتفاهمتي معاهم. نعلو الشيطان شويه. انا شفت شي ماتشات اللودي في الدوري الانجليزي، هادشي كنا في المغرب كلهم مبيوع، كلهم مبيوعين. شفت ثلاثة لزيرو ما يمكنش اصاحبي، حتى رجعت قرب على ثلاثة. خمسة لجوج، خمسة لخمسة. كورة هي بحال هكا. برشيد دخلوا باغيين هاد الماتش، جديدة ما كان عندهم ما يديروا بالماتش. تنفسانية كيدخلوا جديدة، دخلوا كما تنقولوا حنا معفرين على الكورة. فاش زادوا ماركاو البيت الأول عاد زاد عاوتاني داك الشيء، وخلى برشيد بان ولات لعبه الكل للكل. نحكموا على الماتش، نحكموا على الاطوار ديال الماتش، نحكموا كي داز الماتش، اما الشيء الاخر العلم لله. وبنادم تيقي هذا في الخاوي بزاف، وهذه هذه هذه وهذه الحلاوه ديال الكره. كل شيء بالامكان ديالو يهضر على الكره، كل شيء. عموما كنشكرك، هذه كنشكرك على الحضور ديالك معنا. يلي نتسناو فيها علودي. شكرا لك خويا على الحضور ديالك معنا هذا الصباح. نتلاقاو معكم ان شاء الله حنا شاكين ديال نفس الوقت. وانتم مشاهدينا فبهذا كنكون وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديال هذا اليوم. كنشكركم على متابعتكم لنا هذا الصباح هذا. نتلاقاو معكم يوم غد في حلقه جديده، والى اللقاء.